السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع فيفا درافت. شكرا لكم على الدعم في المقطع اللي راح، الله يسعدكم جميعا. صراحة ما توقعت احد يشوف المقطع، لكن ما ان خسرنا ثاني مباراة فقررت الحين اني اسوي درافت ثاني، وانه ما راح ينزل المقطع الا وانا متعدي النصف نهائي، يعني يا نصف نهائي يا برا النهائية. قبل ما نبدا كل شيء لا تكسرون زر لايك، اشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين، واذا تبون ننزل فيفا اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هذا الباكج اعطوني الفيفا سبت ان الباكج موزعين على اغلب الشعب، لكن على حسب كم لعبت وزي كذا راح يعطونك باكج نادر، كل ما طولت لعب اكثر كل ما جاك باكج نادر اكثر. اتوقع انه كذا، اتوقع على كلام اللي قريته قبل شوي. خلونا نفتح الباكج، حتى مو بشاشات 76. بسم الله على الدرافت. 4-2-1-2 عريضه. والله شفت صراحه ما ابغى استي واحد انا، لكن شكله 4-3-3 هجوميه. بسم الله وعلى بركه الله. اول لاعب اوكي، والله ذا خرافي. هذا قد جربت ارينا ذا، فشكله بجرب هذا. هذا دريبلينج 93، يا ساتر. 4 نجم مهاره، 4 نجم قدم ضعيفه. اتوقع انه زي هذا. يب والله متوسط منخفض. شكلي باخذ هذا، والله شكلي باخذ هذا. ادري ان الدوري حقه ما يهيئ، بس اوه الدور 94، يا ساتر يا ساتر. بسم الله. اوكي هنا خربوها برونو. الحمد لله الحمد لله يا رب. اوه دوفز، غالبا باخذ مبابو غالبا. يا ناس اعطوني لاعبين يا اخي، حرام عليكم. والله ما في اي احد. طيب غالبا راح نلعب هذه التشكيله، عاد ايش نسوي يعني؟ اجويرو ما راح يطب الملعب، للاسف ما طلعنا اي ليجند، لكن راح نلعب فيها. والله باذن الله ان بندعس فيها. خلينا نشوف تشكيله الخصم. يا ساتر، بنيه 89 جنب ميسي ما خضني يعني. يا ساتر، اعوذ بالله اعوذ بالله. لا يلاق، لا لا يلاق. والله جا لاق وخرب كل شيء. تراور حرام يا تراور حرام. لا يا اخي والله اني ناوي الادامه. شوت حرام يا عيني، كلبش تكفى. حارس يقهر، اقسم بالحارس يقهر. تغير الاول، غير ثاني. يا عيني تكفى تكفى يا شيخ. هذا اول لمسه له، اول لمسه. يا عيني والله خفيف، والله خفيف يا عيال. كوبا افضل من تراوري، لكن خلنا نخلي تراوري اللي ما يتعب. لا يا شيخ، لعب لعب. روح من هنا قليل، امشي بس. يو يا الذبة يا ساتر. شوت يا مجنون يا مجنون. والله حطه بالزاوية، حط. لا لا ما يعدي زي كذا، ما يعدي زي كذا، ما يعدي زي كذا. صايد ولا لا؟ والله مو بصايد. الحين الدون دون. القم يا شيخ القم، ناول قدام الدون مجنون. ادامه سيء يا شباب، والله سيء، اقسم بالله سيء. والله تنطب كوبه من بدايه. الحين الدون. لا 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 ما تجي كذا، ما تجي كذا، تكفى. What is this؟ الدون يا عمري يا شيخ، والله يمدي، قسم بالله يمدي. يا عيني فندبيك. يولو جت يولو جت يا عمري يا مجنون. اقسم بالله لاعب مو طبيعي، لاعب مو طبيعي هذا، مو طبيعي. قلت ما يبناوش، قلت والله لم تفيه. حرام، فاهم اللعبة كلها بس أخش ما يخش، ما يسوي شيء. الدون الدون الدون، تصدف ما تصدف ما لي دخل، الدون موجود. والله حاشرين حشر يا شباب مو طبيعي.
كوبو والله عليه والله اني قايل لكم باذن الله اني بقلبها يا عيني يا كوبو يا عيني انتظرت الفرصة اللي ينجر فيها المدافع بس ودونا يا ساتر يا ساتر يا مباراة يا ساتر يا مباراة اقسم بالله مباراة اعوذ بالله اعوذ بالله الاهداف اللي فيها الدبليو اللي طببته اقسم بالله مو طبيعي والله مو طبيعي خلينا نشوف تقييم اللاعبين الدون 10 من 10 شوفوا كيف 9.5 كم سجل هدف 3 وبسم الله على المباراه الثانيه يا رب يا كريم يا رب يا كريم ان يصير سيناريو افضل من اللي قبل شيء الحين هذا بعد دور 95 يا ساتر روح وش حرام دوخي بلنتي بلنتي تكفى جوميز كرت كرت يا أخي يوه والله اللي توقعت أنه صدها أقسم بالله حرام سويت كل شيء لمن أول أخيرة الله يا تكتك يا أقسم بالله قال متكتك ما أقدر أتكلم أنا ما أقدر أتكلم قدامكم المتعة قدامكم الدون يا بوي يعني الدون روح الدون القم يا شيخ القم استهبل انا استهبل هو يبغى ينسحب انا اسف والله اني اسف نصف نهائي يا شباب نصف نهائي والله تبون صدق ما شفت تشكيلة اللي ضدي لكن هو اللاعب نضبه واللاعب الباقي رافينها نخليه شوي لين ما نشوف الوضع شوف طريقة لعبه دون اطلع تكفى يو الدون ايش شوته الدون تكفى الله عليك الدون اقسم بالله اسطورة لا جول قايل لكم جول جول أنا ما أدري إيش أسوي أقسم بالله تعبت من الركنيات يا أخي تعبت راح دافز ما ردك تكفى بلنتي يا ساتر كرت طيب كرت أصفر الحمد لله الله ما أدري شلون جاب بلنتي يشوت الهواء فرنانديز ما أدري إيش كان يسوي قسم بالله الله يدون لا مستحيل شوفوا اقسم بالله انه مثلث يا شباب والله انه مثلث الله يدون تعجلت فيها مره بس الدون دون والله يلفت لف اعوذ بالله والله ما ادري اضحك الا اصيح اقسم بالله ما ادري اضحك الا اصيح تكفون هجمه مرتده خلاص اخرجنا الدون اطلع الله يخليك الدون تكفو الله يا صداع الله يا صداع يا اخي برونو تكفى تحرك هذا في شكلك سايد لا والله مو بسايد اقبل يا اخي حرام اقسم بالله حرام للدبليو ما رفع معنى ذا المباراة جدا سيئة في ذا المباراة الدون ما قصر 9.6 الدون لا يعلى عليه فبسم الله على الباكيج الاول مو بوكات سكيب على طول
اوه 84 ممتاز. سعره تقريبا 7900 8000 هالحدود، فبحطه ب 7900 عشان يروح بسرعه. هذا الباكج يعتبر جامبو الافضل، فان شاء الله يطلع فيه ووك اوت بسم الله وعلى بركه الله يا رب. اوكي مو ووك اوت ولا شاشات بعد تي تي. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا في الدرافت. اذا تبون ننزل تحديات درافت، فمثلا نسوي تحدي ان نختار اسرع لعيبه من بين كل 5 لعيبه كل محاوله. اذا اخترت اي خانه راح يطلع لك 5 لعيبه نختار اسرع واحد مهما كانت طاقات. فاذا تبون افكار زي كذا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. انا استمتعت صراحه من المباريات، فلا تكسرون بالدعم، لايك اشتراك، اشوفكم على خير، سلام.